ميدان البشاير المميز في عالم الأصايل الساحر الذي يأتي ضمن توجيهاتي السامية والكريمة لسيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، والذي بتوجيهه السامي نطالع المستقبل من خلال حرصه الدائم على دعم رياضة الأصالة والتراث في هذا الوطن العربي المعطاء الأصيل. في هذا الختامي أعزائي المشاهدين يأتي هذا الختامي مختلفا كل الاختلاف عن كل ما سبق من قبل، يأتي متزامنا مع ختاميات الهجن الكبيرة ويحطم أرقاما على صعيد المنافسة والمشاركة والإعداد والجوائز القيمة والمعنى. ختامي البشاير يأتي وأبناء الخليج معنا هنا في السلطنة الحبيبة يرسمون الصفحات التراثية والمشاهدة التي قدمها المشاركون في ملحمة البشاير التراثية السابعة التي أطلقها سيدي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان منذ سنوات، لتكون محطة تراثية لامعة في هذا العالم الساحر والأصيل في هذا المكان بالذات. هذه هي النسخة السابعة التي نحتفل بها بكل حب وشوق، خاصة وإنها تأتي تحت هذه الرعاية الكريمة من أبو تيمور والدعم الكبير، والتي تؤكد على مواصلة السير على نهج تنمية ثقافة أمتنا، والتي تقوم على التناغم الكامل بين المكان والزمان حتى أصبحت رياضتنا رياضة الهجن الآن رياضة يقبل عليها الجميع حتى وصلت إلى أعلى المراتب. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كافة أقطار العالم تعلن انطلاقة شوط الأشواط ذروة السنام، شوط السيف الذهبي، السيف الذهبي، شوط المؤسسات لمن؟ شوط المؤسسات لمن؟ مباشرة إلى مقدمة الشوط الظبي لهجن الرياسة لمؤسسة هجن الرياسة يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، مسيرة هجن البشاير أحمد بن حمد بن حميد الينيبي بدأ يغير مع مسيرة في المركز الأول، بدأت تغير الصدارة والمركز الأول والمقدمة الأولى الظبي لهجن الرياسة، المركز الثاني الرنج روفر حاضر، الرنج روفر والحظ أوفر مع السيف الذهبي، المركز الثالث وصلت هناك الوسمية لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، صعايب صعايب القادمة صعايب الواصلة للهجانة السلطانية، أبو الخطاب يضمرها ويقدمها هنا في هذه اللحظات، يتقدم حمد بن سالم بن حمد الإيديلي، عنيدة يا عنيدة، عنيدة في المركز الخامس لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، من قدم لنا درة ومن قدم لنا الشاهينية ومن قدم لنا مثايل، يتقدم المجازف مع شيف البشاير وبحضور سيدي أبو تيمور في المنصة الرئيسية، حضور مشرف وكبير. أعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، هذه هي مسيرة لهجن البشاير أحمد بن حميد بن أحمد بن حمد بن حميد الينيبي يقدم لنا مسيرة يا مسيرة، مسيرة يا مسيرة، هجن البشاير المؤسسة العملاقة المؤسسة الخطيرة تذكرنا بالسيف العام الماضي مع العاصمة، مع العاصمة بهذا الشعار، ولكن الحمر خطر، الحمر خطر، بدأ يعبر إلى المركز الأول، ظبي الفلا ظبي الفلا ظبي العطا، تتقدم لهجن الرياسة يقودها المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، المركز الثاني عنيدة يا عنيدة لهجن الرياسة وبن زيتون يتقدم ويقدم الفنون، المجازف المجازف الذي يعرف طريق الذهب جيدا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، وصلت الوسمية وتقدمت
الوسمية في المركز الثالث لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري ثلاثية المثلث الذهبي يتشكل باللون الأحمر باللون الأحمر ضيفات قادمات من دولة الإمارات العربية المتحدة فمرحبا بالجميع فمرحبا بالجميع في مهرجان سيدي أبو تيمور نتقدم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام بوصول مسرة بتقدم مسرة بانطلاقة مسرة باندفاعة مسرة وانطلاقها ولكن الدخول الوصول من جزلة لهجن الرياسة محمد عتيج بن زيتون المهيري وصلت سمحة وصلت سمحة مرحبا يا سمحة مرحبا يا سمحة لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري وصول من الريف وصول من الريف وصيفة السيف العام الماضي تتقدم لهجن البشاير ليقدم لنا الريف هناك جاسم بن قبيلي من النخر المحاربي يقدم الريف بدأ يدفع بأوراقه بدأ يدفع بالريف ولكن الليلة الخط غير يا جماعة الريف الريف والصدارة وين المركز الأول سمحة سمحة لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري 4 كيلومترات 4 كيلومترات انقضت لنبدأ في 4 كيلومترات جديدة السيف السيف لمن الرنج روفر الرنج روفر أين سوف يذهب إلى أحد هذه المؤسسات العملاقة في منطقة الخليج هجن الرياسة الحمر على الصدارة مع سمحة لهجن الرياسة محمد عتيج بن زيتون المهيري المركز الثاني الريف على ثاني المراكز لهجن البشاير يتقدم جاسم بن قبيلي بن النخرة المحاربي على ثاني المراكز المركز الثالث الظبي الظبي تقدمت الظبي لهجن الرياسة محمد عتيج بن زيتون المهيري المركز الرابع جزلة يا جزلة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الخامس عنيدة عنيدة القادمة عنيدة الواصلة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وصلت ترب وصلت هجن البشاير تقدمت هجن البشاير موسى بن علي بن محمد اليحافي من قدم لنا أمسية في سن اللقاية يتقدم في هذه اللحظات ويأتي هنا مع طرب ولكن الوصول الدخول هذه القادمة تصريح للهجانة السلطانية ممثل السلطنة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا تصريح عودة إلى مقدمة الشوط عودة إلى الصدارة سمحة على المركز الأول سمحة على المقدمة الأولى لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازفة 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 يقدم المجازفات القوية شوفوا السرعة الجنونية السرعة الفائقة وصلت الريف على المركز الثاني لهجن البشاير وجاسم بن قبيلي بن النخرة المحاربي المحاربي وصل المحاربي يقدم لنا الريف هجن البشاير وصلت جزلة وصلت جزلة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري تصريح تصريح الهجانة السلطانية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا تصريح يقدم لنا تصريح في المركز الرابع المركز الخامس وين عنيدة لهجن الرياسة عنيدة لهجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم المجازفة يدفع بأوراقه أوراق السيف أوراق سيف البشاير في موسمه السابع في موسمه السابع سمحة يا سمحة سمحة يا سمحة جزلة يا جزلة الريف يا الريف تصريح يا تصريح لمن السيف 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 حاير الذهب الذهب ليلة تاريخية ليلة ختامية ليلة ختامية بحضور أبو تيمور بحضور سيدي صاحب السمو سيد سعد بن طارق آل سعيد داعم هذا المهرجان وراعي هذا المهرجان سمحة يا سمحة سمحة على المركز الأول لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المركز الثاني جزلة لهجن الرياسة يتقدم المجازفة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري تصريح في المركز الثالث الهجانة السلطانية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم بوسيف يتقدم بوسيف
سيفة، عادت الريفة، عادت الريفة، وصلت الريفة في المركز الرابع لهجن البشاير جاسم بن قبيلي بن النخر المحاربي، المركز الخامس، المركز الخامس عنيدة، عنيدة يا عنيدة، عنيدة لهجن الرياسة، يتقدم هناك محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، أرى أسماء جديدة، أرى أسماء جديدة وخطيرة للغاية، وصلت راهية، وصلت راهية للهجانة السلطانية، لا نسبق الأحداث، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، سمحة وجزلة، سمحة وجزلة على مقدمة الشوط، على المركز الأول لهجن الرياسة، يدير عملية تضميرهن محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، تصريح في المركز الثالث للهجانة السلطانية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، الريف في المركز الرابع لهجن البشاير، هجن البشاير جاسم بن قبيلي بن النخرة المحاربي، عنيدة في المركز الخامس لهجن الرياسة، يتقدم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، الوصول من ريفان للهجانة السلطانية، عامر بن راشد بن مسلم العمري وصل، ولكن سمحة، سمحة على الصدارة، سمحة على المركز الأول، على المقدمة الأولى، شعار هجن الرياسة، بن زيتون، بن زيتون، بن زيتون، المجازفة، المجازفة، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يقدم سمحة، يقدم جزلة، يقدم جزلة وسمحة لهجن الرياسة، السيف، 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 السيف حاير، الغلاف الجوي غير، الغلاف الجوي غير، في الكيلومتر الأخير، في الكيلومتر المثير، في الكيلو الأخير، سمحة يا سمحة لهجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وجزلة لهجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وصل الواصلون قدم القادمون، هلموا 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 هلموا، وصل الطرب لهجن البشاير، موسى بن علي اليحافي، راهية راهية، وصلت راهية للهجانة السلطانية، يتقدم حمد بن سالم اليديلي، أبو الخطاب، أبو الخطاب، ولكن سمحة على الصدارة، سمحة على المركز الأول، هجن الرياسة، هجن الرياسة، هجن الرياسة، الحمر خطر، الحمر خطر، السيف الذهبي، السيف الذهبي، راهية، 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 ولكن سمحة، سمحة، جزلة، سمحة، جزلة، راهية، راهية، ياهو شوط، ياهو شوط، ياهي أسماء، ياهي أسماء، ياهي تحديات، ال 400 متر الأخيرة، روح يا المجازف روح، يا بن زيتون، يا بن زيتون، ما أجمل الفنون، مع سمحة وجزلة، جزلة وسمحة، جزلة وسمحة، سمحة وجزلة، السيف يعبر الحدود، السيف يعبر الحدود، السيف يعبر الحدود، من القلوب إلى القلوب، من القلوب إلى القلوب، من سيدي أبو تيمور إلى سيدي أبو حمدان، تهانينا لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان، تهانينا لسمو الشيخ منصور بن زايد الهيان، تهانينا لشعلة الحمر، تهانينا لشعلة الحمر، تهانينا لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد الهيان المشرف العام على الحمر المركز الثاني، جزلة لهجن الرياسة، المركز الثالث راهي الهجانة السلطانية، المركز الرابع الريفة لهجن البشاير، والمركز الخامس ريفال للهجانة السلطانية. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، إذا سمحة، سمحة أيضا وجزلة لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ياهو شوط يا جماعة، ياهي منافسة يا مشاهدين في هذه المنصة الرئيسية التي أيضا تأتي بهذا الجمهور الغفير، حيث قطعت المسافة هنا في 12 دقيقة و45 ثانية، وأيضا 24 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لسيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد الهيان، تهانينا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 12 دقيقة 45 ثانية 46 جزءا من الثانية، هذه هي جزلة لهجن الرياسة، تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، راهي من وصلت المركز الثالث للهجانة السلطانية، تهانينا للهجانة السلطانية ولحمد بن سالم الوهيبي بن الخطاب. 12 دقيقة 49 ثانية 34 جزءا من الثانية، هكذا مشاهدين الأعزاء.